Joker. كم تسرني رؤيتك حقا. حاول زاروك أن يجبرني على تسليم قطعة الظل الأثرية. ينوي إطلاق الشياطين من مقبرتهم تحت الغابة المسحورة، لكني قلت له: لا يمكنك أن تلمسني أيها الثرثار النحيف، فأنا العمدة. أجل، قلت هذا، لكنه حبسني هنا مع هؤلاء المجانين. أمر فظيع، لم أسمع أي كلمة منطقية من أي شخص منذ أسابيع. حسناً، سأخرج قليلاً. شكراً، تفقد المكان جيداً. ترك زاروك بعض الأشياء التي أظن أنها قد تكون ذات نفع لك. السيد فورتيس كي، أود التحدث إليك. إن كان زورات بهذا السوء، لما إذن يجب أن تكون أنت من يعود؟ لما أنت بشكل خاص يا فورتيس كي؟ كان يفترض أن أعود أنا، بلاد موناث حاصد الرؤوس. أثناء حياتي كنت محاطاً على الدوام بأكوام مبعثرة من القتلى، بينما أنت قضيت معظم وقتك بتنظيم الحراس ولعب الكروكي مع الملك. على الرغم من هذا، فسأعيرك فأسي. يمكنك أن تلوح بها أو أن تلقيها، فهي متعطشة للدماء بقدري تماماً. فليرتوي عطشك من دماء شياطيني يا جميلتي القيمة.